السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، يلا حيو، شلونكم؟ طيبين؟ أنا والله يا مرحبا، أهلا وسهلا. تصدقون؟ أول شيء الله يوفقكم في اختباراتكم، يسهل عليكم، يسمح أمركم. والله ما كان عندي نية، بث كنت طالع امشي اتمشى، يقول حركه بركه، دق علي واحد من العيال قال بجيت قهوه عندك. اثنينهم بجيت قهوه عندي، قلت يلا برجع البيت زين القهوه. والله رجعت زينت القهوه، ثم دقوا واعتذروا، قالوا بعدنا جايين، القهوه قد هي جاهزه، طبخت القهوه وهذا الهيل طحنته. يلا قدر الله ما شاء فعل. فقلت بتقهوى انا والشباب في البث، افتح البث بقعد اتقهوى وياهم. والله ماني قادر اشرب الدله كلها، بس بشرب لي فنجان واحد ولا اثنين. وش تسوي؟ مهجور، الله يجيرك من العثور. الحمد لله على كل حال، نظب الدله قد هي جاهزه جاهزه، خلاص ما عاد وش نسوي؟ ما أنا لا يعني الحمد لله، والله ما عندي نية أشرب قهوة، بس إني سويتها. أخي الله يصلحك، يلا قدر الله ما شاء فعل. يا ربي حزين، لأن أقهويكم بالنية، تقهوى بس قهوة ما شاء الله على الكيف، ما شاء الله على الكيف. يلا من قسمكم القهوة، من حظكم وهم من حظهم. بسم الله وفتني من حظكم. بسألكم الحين، أنتم تشترون القهوة مطحونة ولا حب؟ تشترون القهوة مطحونة ولا حب؟ تفضلون القهوة تشترونها مطحونة ولا حب؟ هايدا اسمه الزعفران، نحطه هوت قهوة وذاكروا. خفيفة القهوة يا أخي، أظن أسحب تفلسف. وين خفيفة معه؟ كويسة تشترونها مطحونة، حب واحد كتب بس، مطحونة وجاهزة ومخلوطة بعد. لا أنا ما قلت أفضل، أنا أقول أنت إيش تشترونها على حسب. بعض المحلات تحنوا قدامك وثقة. فاضين نطحن، احنا زين نطبخ، الله من الكسل. صب لك ما عيني، بشير الله بالخير. مطحون اريح، يعني انتم تدورون كذا، انتم كذا هذا نظامكم، تدورون الاريح ما تدورون الطعم. وذا مطحون هبرك، مطحون هزين. اشتريها حب كويس، في واحد طلع مثلي يشتريها حب. انا قهوتي خولاني، دائما اشتري خولانية. طيب عليكم السلام. في اختراع اسمه منديل، طيب حب احسن. انا ما اضيف زنجبيل، لا تسبب لي حرقان. طيب انا عن نفسي قهوتي حب، خلي تشوفون القهوه عندي حب. انا هذه القهوه اشتريها حب خولانيه، وهذا العويدي مسمار قرنفل حب، وهذا الهيل حب. انا ما اتعامل نهائي بالمطحون، ما اتعامل نهائي، حتى في العزبة اما النجر او الهيل او بعد حار حد سنك.
اما النجر او الطاحون. اول شيء انت اذا طحنتها من تطحنها تجلس لك ممكن يعني تجسم مستواها يوم بعدها خلاص تخف ريحتها تخف نكهتها تخف ريحتها خلاص انتهت. مثل البهارات الان انت تبغى بهارات طعمها صح وفريش طازج على قولتهم اطحنها بوقتها. يا جماعه صدقوني يا جماعه كان في واحد من الشباب نفسكم كذا يشتريها مطحونه. المهم ناديته يوم وجاوا تقهوى عندي وش نوع قهوتك ابو عبد الملك كذا قلت والله هذه قهوتي كذا كذا ويشوفني وانا ازينها قال انت ما تشتريها مطحونه قلت لا والله اشتريها حب قال ها قهوتي نفس نوع قهوتك بس الفرق انها طازجه انك توك طاحنها. يا اخوي ليش شربت قهوه تحس انك شارب قهوه صح اساسا من تطحنها وتخليها شوي تبدا تغير ريحتها يطلع فيها ريح ما ادري وش. فدائما خلوا قهوتكم حب وطحنوها على وقت الحاجه. شف شف نافر شف 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 شوفوا ما شاء الله تبارك الله اللون يقول انا شفت شلون ما شاء الله صارت توها مطحونه ريحتها تشمها وهي نيه توها بسم الله يلا لا تكذب علينا بس. طيب اللي ما يعرف الصقر يشويه اللي ما يعرف الصقر يشويه بعدين. في ناس والله ما يدري هو يشرب قهوة ولا يشرب مرقة ولا يشرب غزال ولا يشرب ماء حلو ولا ماء هماج ما يعرف حاسة الذوق عنده زيرو صفر. أنا صرت أتكلم إنجليزي زيرو 15 معدومة حاسة الذوق عنده ما يطعم أقدع أقدع ما في مي بقهوة ما حد سألك أنت خليك في حالك. والله ما عندي سالفة. طيب اشرب باليمين انا اشرب باليمين موضوع ان شاء الله بشرب بالخير. محامص وين اشتيا يعني من وين؟ اليوم بتكلم معكم في موضوع إن شاء الله اللي عنده اختبار يطلع برا لا لا يطلع برا يجلس يذاكر. شيخ ما تذاكر عيالي معطلين بنتي عطلت في ثالث ابتدائي وعطلت قصص عن الحوقلة. جماعة الخير الحوقلة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال ابن القيم لو أمرنا أن نزيل جبل واستعنا بالله عز وجل ثم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أزلناه. لا حول ولا قوة إلا بالله تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله عز وجل وقوته وهي كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بنتي متنقبة يا شيخ صح توها إن شاء الله بتتنقب إن شاء الله بس إنها توها صغيرة إن شاء الله. أي نعم ادعينا ننجح الله ينجحكم. أي نعم أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مطوعني برويا ويش انت تسألني وش رايي بالحجاب تسألني وش رايي بالفرض. حجاب فرض واجب افترضها الله عز وجل ما فيها رأي هذه.
وش وضعي أبث في اختبارات. ملاحظين ملاحظين إني أبث صايم في اختبارات وقبل اختبارات ركود الوضع، ما أدري إيش السالفة صراحة. بنتي بزر، أنا أقول إذا كبرت الله اني اشرب باليمين، الله اني اشرب باليمين. ادخل القست؟ طيب وش عندك تقول لنا في القست؟ وش رايك بعض الطلاب يستقدون بعض الدكاتره يستقدون؟ يا اخي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم من ولي شيء من ولي على امتي على امتي ذي شيء، في معنى الحديث فشد عليهم فاشدد عليه. فأنت إذا شديت على من وليت عليهم شد الله عز وجل عليك، أو كما جاء في معنى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، ومن تزع في شيء إلا شانه، أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا معلمين ويا معلمات، يا دكاترة ويا دكتورات، ترفقوا بالطلاب. ترى الطلاب والله يتعبون ويجتهدون ويكرون كر، عارف شلون؟ فالعقليات ترى ما هي واحد، سهلوا عليهم قدر المستطاع، والفالح الله بعينه، واللي راسب هذا من نفسه. فأنتم هونوها على المسلمين. يسروا يسروا يسروا، الدنيا ترى ثانية والله العظيم. يسرع الطلاب والطالبات، ترى عيالنا يستاهلون. يوم انكم طلاب ما تبون الصعب، هل الحين تبون تصعبون على المسلمين؟ يسرع عليهم يسرع عليهم. ايه بعدي بعدي يسمعون الكلام ان شاء الله. في دكتور مرسب شعب كامل، الله يجزاه خير، يمكن يبغاهم يعيدون سنة عشان يجتهدون أكثر. نعم، فشق عليهم، أحسنت، جزاك الله خير. اللهم من ولي على أمتي اللهم من ولي على أمتي في شيء فشق عليهم فاشقق عليه، قلت في معنى الحديث. لا، يعطونكم الأسئلة حرام، غش. أنتم ذاكروا من الكتاب، من الجلدة للجلدة، وتنجحون إن شاء الله. يا أخوي أنا أشرب يميني، الله يصلحك، الله يهديك، الله يهديك، والله أني أشرب باليمين. ها كاتب اللوحة، أنا أشرب باليمين يا رب. استغفر الله العظيم. ليت المعلمين يسمعوني. أي والله ليت يا أخوي، لي الكاميرا الأمامية تعكس فيكم أنتم، الله يصلحكم. هذا دهن عود أهداني إياه واحد من الإمارات جزاه الله خير. عندي هندي. الله يا جماعة الخير، إني أدعي لك كل ما تطيبت منه قلت الله يجعل ذاك الرجال في الجنة. عز الله أنه دهن عود، إذا قالوا لك دهن عود يا الله يجعله في الجنة، يا الله يجعله في الجنة ووالديه ومن يسمع. اللهم اغفر لي ولوالدي ولإخواني المسلمين، قولوا أمين. أنا قبل شوي كنت في بث واحد من الشباب، جالس في بث وشوف حقين بنت، متى تنزل بنت الطيارة، متى تنزل بنت الزومبي، أكو عرب في الطيارة، من يعرف إيش سؤال في الببجي وفورتي نايت. يا ورعين، آسف إني قلت لكم يا ورعين، يا أطفال، يا بزورة،
يلي أشغلت أمنا في كل بث بالببجي والفورتنايت. يا أخوي تبي تلعب روح اطلع العب برا ولعب، ترك أشغلتنا. تنفخت روزنا منك، حرام عليك يا أخي، أنت مدمن يا أخي، لا تشغلنا، فكنا منك، عين خير. خلاص صلوا على النبي وبعدوا عن هذا الكلام. والله أنا مو معصب، بالعكس الآن أي واحد يكتب متى تنزل بنت الزومبي، متى تنزل أنغولا البيضاء، راح أسكه بلوك. فهمتوا يا حقين ببجي؟ أي واحد يقول من هذا الكلام راح أسكه بلوك، راح أسكك بلوك. شو راح أسكك بلوك؟ تجي تقول في الخاص يا شيخ أنا ما كنت أستهبل، ها راح أطيرك، راح أمسك بذنك وأطلعك برا. خلاص ياهو، متى تنزل بنت الزومبي؟ هذا أول واحد، شوفوا ها عبرة لمن كان يعتبر. واحد بعده مين؟ خلاص أعوذ بالله. ايش شوف بلا استهبال، شوف في وحده كاتبه انا امي ظلمتني والله، هل يحق لي اقاطعها؟ لا لا، ما يحق لك تقاطعين امك وان كانت ظلمتك، بري فيها. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى وان جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كان والديك ظالمين، إن كان والديك عقوا فيك، إن كان والديك معدلوا بينك وبين أخوانك، بر فيهم. يا أخي الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني يبونك تشرك بالله، فلا تطعهما في الحرام في الظلم، ها ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. وإن كانوا ظالمين لك أحسن لهم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وادعو الله عز وجل يصلح حالها، ولا تقاطعين أمتس، بري بأمك. أما ظلمتها وظلمها يعود عليها ويحاسب الله عز وجل عليها، أما من ناحيتك من أجل أن لا يحاسبك الله على هذه. كلام صحيح، جزاكم الله خير عليكم بآبائكم، عليكم ببر والديكم. فالوالد والوالدة شيء واحد لا يتكرر ولا يتعوض. بدال الزوج زوج، الولد توفى بيجيب الله ولد غيره، ها الخوي بدال خوي، الصديق بدال صديق، صديقة بدال صديق، الوظيفة بدال وظيفة. لكن أمي راحت وأبوي راح، من وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ها والديك أهم من أمك وأبوك، صح صح، الله يجزاكم الجنة يا رب. شوف شوف أنت، شوف أنت اللي تقول متى تنزل أنجولا السوداء، شفت أنت يا السوداء الحين أطيرك الحين، 1 2 3 4 طنق. ها كيف كيف البلوك؟ كيف القطار؟ تسمعه؟ تسمع صوت القطار؟ يلا اسمع اسمع. اسمع صوت القطار. اسمع. آمين. الله يبلغنا وياكم رمضان ونحن في عافية وفي صحة يا رب. قولوا آمين. يا أخي علي علامة الواي فاي اللي هنا، ودي الناس يحسبوني معصب إذا سموني كذا، أشبك لكم واي فاي؟ والله العظيم وأنا مو معصب، بس هي قلت كذا يا أخي ما كانت تطلع لي أول، الحين صارت تطلع، ليش السالفة؟ ترى ولادي وليش؟ والله
ما شاء الله على السماجة يا خلني أتسمج، أتسمج في إنستغرامي مو إنستغرامك. شوف شوف أنت، أنت تنزل بنت الزومبي رح دورها برا. 3G ولا 4G؟ 5G اللي هي البصرية. متى تنزل متى الطيارة رح دورها برا، طر معها. يلا شفتوا أنا قلت لكم أبا سككم بلوك لين أنا أتق أذانكم، فكونا من حركاتكم الكبر. والله ماني بكبير، والله صغير ثواني أبو 30 توني. القوي القوي يلا سبحانه تعالى، بس شغلونا حقين الببجي حقين فورتنايت ذولي خلاص قلنا اعقلوا اعقلوا، ترى بعطيكم بلوك ما يفهمون، لازم اسكم بلوك. كم نسبتي في الثانويه خلها مستوره. والله شوف بقول لك شيء، نسبتي في الثانويه بصراحه يعني صدق ليه قالوا بعد لابسين شماغ، مو هو بترى من كل بس شماغ صار رجال. انت شماغ شو نفسك توقف قدام رأي وتصور تتزبط الطيارة؟ اخر سؤال اخر تعليق، خلعني الظرافة انت مسوي دمك خفيف الحين اوريك. تعال تو 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 اسكت اسكت. ايش كنت اقول؟ والله شوف ترى عبره لمن اراد ان يعتبر. اسمع انا نسبتي في الثانويه الصدق والله كانت 82، والله العظيم والله انها 82 نسبتي كانت 82. حلوه صح؟ شيخ من بداية تبث وانتهز وانت بس جالس تدققين فيني اهز و شسوي؟ متوتر ومعصب. انا 82 كويس، 82 صح؟ صح؟ حلو مرة والله شيء. نسبتي بيض والله دافور 90 كويس، 82 صح؟ يجي مني كويس يعني، بس ترى مو بعلمي شرعي. ما قاعد اذاكر السب انت؟ لا والله مو بالسب، انا السب انك داج انت جالس تبطح في انستغرام وشفت بثي ودخلت علي. لا بكره تسقط ثم امك تدعي علينا. فكنا منك، كان عندك اختبار اطلع، تعويض الله منك. نسبتي 101 علمي كذاب. بشرك 55 سوت الله وجه ابليس. اوريك الحين قدرك. كيف احصن اطفالي؟ في سؤال، في سؤال هنا، لحظه خلني اجاوب عليه بعدين ارجع مقاشركم وافلكم وتفلقون. لحظه في سؤال عن التحصين، صلوا على النبي صلوا على النبي. يلا كل كل الكومنتات صلوا على النبي، اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم صل عليه وصلى صلى الله عليه بعشره. كيف احصن عيالي؟ اول شيء الله يحفظ عيالي وعيالكم وعيال المسلمين، قولوا امين. اهتموا اشد الاهتمام بالتحصين اذكار الصباح والمساء على عيالكم. والله اني شفت بام عيني اطفال اصيبوا بامراض ما يعلمها الا الله، سرطان، الليكيميا، ذيبة الحمراء، أمراض ما يعلمها إلا الله. بسبب إيه؟ العين والنفس والإعجاب والمس. فحافظوا على أذكاركم الصباح والمساء، حصنوا عيالكم. مو إذا جاء وقت المغرب سفرة المغرب يقوم يدابك ويقوم يلعب ويلعب بالكورة ويصفق في البيبان وماني عارف إيش. لا تحصين لا أمه ولا أبوه يحصنونه، هذا خطأ كبير. حصنوا عيالكم، حصنوا عيالكم. أنا شلون أحصن؟ أقرأ عليهم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس،
ثلاث مرات وهوى كذا بس. أعوذ بكلمات التامات بشر ما خلق ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يضر اسم شيء برض السماء والسماء العليم ثلاث مرات بس كذا انتهى. يحفظهم الله لك. يعني عيالك ما هو غاليين عليك، عيالك ما انت بحريص عليهم، ما تحبهم، تنتظر يجيهم مشكلة بعدين تقرأ عليهم تحصلهم، حصل نفسكم. هوى هوى بس، هوى هوى بس. اللي بعيد عنهم تستودعينهم الله عز وجل، استودعهم الله الذي لا تضيع ودائعهم. شيخ إذا نسبك 82 هل راح تطالب عيالك؟ شوف أنا بصراحة أيام الثانوي أقول لك الصدق، يعني الشيء الكلمة اللي تستحي منها بدها، عرفت؟ كنت شوي يعني غير مهتم في الدراسة، 82 وغير مهتم في الدراسة، لا لوني شاد عيلي وداعش الدعجة الثانية والله لا طق الميتين. المهم كنت ماني شاد حيلي، يعني مفوت له وأحل واجب ماني بحال، مو بني ما أقول له ما أبي، مهملة أساسا كتبي ما أخذها معي، خليها في الطاولة تحت في الدرج، بكرة هل كل الكتب حطها في الدرج، شوار روح أشيل معي وجي سلامات فاضي أنا. يعني هذا فكري أنا أقصد أول، بس الحين دريت أنه خطأ، يعني شهادة ضرورية حطها في الدرج، أروح وأجي سحب يدي. المهم الله يجعل أبوي في الجنة، قولوا أمين. توفى أبوي، أبوي كان يبيني أصير دافور، كان بيصير مميز، بس مشكلة أنا ما كنت كذا. يعني أذكر حتى آخر سنة جاب لي معلم مدرس رياضيات سوداني وسقطت، جاب مدرس وسقطت درس خاص، والله دفع أبوي فلوس مدري كم دفع 4000 مدري، وسقطت في رياضيات أولى ثانوي. يا ربي توفى أبوي الله يرحمه ويجعله في الجنة، والديك ومسلمي أجمعين. يوم توفى أبوي صار عندي رد عكسي، سوفليكس لعبت، قلت يا ولد أبوك كان يبيك تصير ترفع راسه، أبوك كان يبيك تجتهد، أبوك يبيك تجيب الشهادة البيضاء، الشهادة العالية، شهادة مرتفعة، شد حيلك يا مرشحم، وأنا شد حيلي وشد حيلي، صرت أنتبه وصرت والله صدق ترى سالفة صدقية، صرت أركز، صرت أذاكر وأخذ كتبي معي أول ما أخذها معي، والله صرت أخذها معي، يعني ما عاد أغيب عن المدرسة، ما عاد أغيب. ليش؟ لأن والله لأن أبوي كان يبيني شيء وتوفى وأنا ما كنت مجتهد، ماني بدافور يعني، فقررت أصير دافور مصطفى في ذيك الأيام ثاني ثانوي الترم الثاني. شديت حيلي والعد الدوافير رجعوا ورا وأنا تقدمت، ما عاد أصفر في نهاية الفصل، ما عاد أستهبل، ما عاد أدور. المعلمين دروا أن أبوي مات، محمد تغير يعني اللي كان يصفر ويسوي حركات وحبتين تغير، سجلت في النظام، صرت طالب نظام ومسكت رئاسة النظام، صرت شديد في النظام، صرت كذا، صرت عريف في الفصل. أحلى أيام، أيام الدراسة والله أحلى هذه. أمجد مصطفى صاروا يقولوا ساعدنا، يعني علمهم الواجبات وعلمهم وش. ترى ما كان عندنا واتساب ذيك الأيام، ما كان فيه يعني واتساب ولا كان فيه جوالات، ترى قريب الواتساب والجوالات على فكرة، يعني على وقتنا ما كان فيه واتساب، ما فيه حتى الجوالات ما كان فيه، لا الظاهر فيه جوال، فيه جوال بس واتساب ما فيه. أذكر الجوالات جت وأنا في المتوسط، أول جوال رقم خذيته 052،
الله يا الرقم ذاك حواقه 052 اذكر انك كذا ضيعت الباقي وش فشحتي والله يا اخي اللي يبيعون المقصف اول تعرفون المقصف كان حقين المقصف يسوون البيض داخل يا اخي كان عليه طعم يهبل يجن البيض حقهم على شغله مو بنظيف التاوى حقه امس ما غسلت بس طعمه يجنن ما ادري ايش السالفه يعني بصراحه ثم عقب جت شركه كاكو ولوزين ما ادري وش هي ولا من اول البيض عند لا لونه اصفر ما ادري وش اول مره البيض لونه اصفر غامق الظاهر مصروفي كم الله يرحم ابوي يطول عمره مع الطاعه كانت حوالنا الماديه وضعيفه كان ابوي يعطينا ريالين تخيل ثانوي ترى وإذا صار ما مع شيء الله يرحمه يا رب الله يرحمه الله يرحمه شوف هالسالفة فتحناها عشان ندعي له الله يرحم أبوي يا رب أي والله كان يعطينا فسح ريالين وإذا صار ما مع شيء قال افطروا في البيت وطلعوا ترى ما هنا شيء ما معي شيء أحيانا يعطينا كل في جيب يقسم ريال على ريالين أي والله يا رب إنك ترحم أبوي يا الله مثل ما رحمنا أرحمه يا رب يا رب كما رحمنا أبي يرحمه يا رب الله يرحم أبوي خلاص والله نصيح اسكتوا تراني من اليوم أنا أمسكها فكونا جفت براطني غير السالفة قاعد أحد يسألني أسئلة كذا يا رب رحمنا ورحم أبوي يا رب سولف عن الجن انت موجود يا فيصل ليش اسولف عن الجن يعني والله انا عندي جفاف صراحه ليش تجف يا اخي بيرها سمن ولا قبل شوي رحت البقالة دخلت البقالة ولقى عندهم تعرفون سفاري ذاك الأخضر تذكرون السفاري شكو كاكاو سفاري ما كليته أنا من أيامه ما عاد كليته اليوم تغيره شوي يهزين طعمه دعايته الأول الأسد سفاري تذكرونها يا الله أنتم مراعين أساسا ما تعرفونها بعضكم يعرف هالشيبان اللي بيقولون نذكرها لا ما عليه نمر نصاب عليه أسد نصاب فرخم تصغير أجوالة راح دورها برا برا أنا قلت أي أحد يتكلم في فورتي نايت أو في بيك بي اسمع ببجي بطلع والله تكسر سناني ما تكسرت إلا منه شوف أي أحد راح يتكلم فورتي نايت أو أي أحد راح يتكلم فورتي نايت أو راح يتكلم ببجي راح ببجي عيونه أنا وبطلع ترى فكونا ببجي خلاص عوذي بالله منكم خلودي الدهن العودي خالد 2016 أتقرأ اللوحة هنا اقرأ اللوحة أنا أشرب بماذا باليمين شكرا مثل تنزل الزومبي أنت الزومبي تنزل خلاص يا فرخ خلاص بعد حطن فلتر نزيل وجه خلاص يا ولع ما تفهم أنت
استغفر الله. خلاص يا غلام والله خلاص روقونا يا عيال ايش فيكم انت؟ والله فقعت راسي ترى ببجي وانجولا. حسبي الله عليكم حسبي الله عليكم يا المولى حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص الله يرحم والديكم فكوا هنا تكفون. انا ادخل على صف الله. انا طالبكم طلبه هذا بيزي عندكم هذا البيز حقي عندكم انكم ما عاد تقولون ببجي ولا عاد تقولون فورتنايت ولا بنتانجولا. فكونا فكونا انا طالبكم مطلوب انا بوجيهكم يا رجاجيل. فكونا من بنتانجولي وبنت زومبي. خلاص الله يرحم والديكم لا تكل الكومنتات بذا عاد خلاص. عبد الملك عجيب فازلين تقطعت براطني رح جيبها في السياره جيبها في الباب. فكونا الله يرحم والديكم اللي فيه مرجله ينفذ الطلب اللي ما فيه مرجله قليل ادب موذي. خلاص يا اخي طلبتكم خلاص عاد. خلاص والله الله يرحم والديكم. أنا بنت ما فيني مرجلة ظهر لا مرجلة ولا أنوثة هات نتمرخ شوي قصص كيس متعودين متعودة أنت على الكيس. الله يسلمك. هات هات مناديق وين مناديق خلاص أجي يا رب. الله يوفقكم أهم شيء في اختباراتكم في دراستكم ويكفيكم شر من به شر. أنا بوصي وصية للشباب وللبنات الشباب بس تبغوا يا شباب من تطلع من مدرستك ها تروح فرفرة البوفية اللي ورا المدرسة ما نعرف إيش يجيك واحد يقول هذا شيء خليك تذاكر هذا شيء تمشي مع ناس أكبر منك. انتبه انتبه وقت اختبارات ترى ينتشرون شياطين الجن وشياطين الإنس يبون يخربونك يبونك تصير فاسد يبونك تصير بؤرة فساد. انتبه هذول مذيين انتبه المذيين والله العظيم انتبهوا. الله يرحم والديكم. ذاكرت واختبرت ارجع لبيتكم بطلوا الحركات هذه. لما بطلوها هنا الحين الشياطين يشتغلون حقين المخدرات وحقين قليلين الأدب ما هو بجينا هو لو انتبهوا. الله يرحم والديكم انتبهوا انتبهوا والله العظيم انتبهوا يا جماعة الخير انتبهوا والله انتبهوا اني لكم من الناصحين. معنى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يعني اللي يتكبر اللي فيه كبر. الكبر بطر الناس ها او بطر الناس اي نعم انك ما تشوفهم شيء او انك ما جالس او تؤكل الفقراء او انك تشوف نفسك انك احسن منهم. هالجوالي الاسود اللي هناك الايفون ما ادري دوله شوف وينه فوق الكرتون ولا هات دوله. ليش متكبر بالله اسال متابعين يا متكبر ولا لا يردون عليك. بمط الناس وبطل الحق احسنت بارك الله فيك. ليش انت متكبر يا شيخ؟
والله يشوف اللي تشوفني متكبر معناته ما عنده نظرة إيجابية. رجع سرد عليكم كلكم شو متكبر. آمين. جوالي الآيفون الذهبي شفته الفضي الوردي اللي لونه زهري اللي لونه زهر. يا ربنا عبدك كسر قلبي الخوف. أبشر بخير. الله ينفع بي وبكم يا رب العالمين البلاد والعباد. قولوا أمين. جوردن الطيارة أبوريك إياه. أبوريك جوردن الطيارة تشوفه. أبشر بالخير طال عمرك. هذا هو طوط 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 طوط. ها لقيته. ما يحترق ثوبي. بغى يحترق ثوبي. حلوات والله من هالجمرة نقعها واحد بين عيون المودي. يا رب أنا عبدك كسر قلبي الخوف. جيتك رجالك وعيد المسألة. لو ما تطهرني بعفوك ما تطهرني البحور. جيتك وذنبي قد تعلم غالي يا مذكرة. هذا اسمه عود الرقارق. رقارق تعرف الرقارق؟ هذا عود الرقارق يسمى عود الرقارق لأنه يرقرق. هذا ريحته طايبة بس يبيلك الدبلة عشان ما يخلص بسرعة. الله من حاجات الجميلة في اللحية إن الريحة تمسك فيها ريحة العود. الله مسكين اللحية إذا ما كرمتها بالطيب وبالعود الأزرق تكفى لذلها بالموس. هلقونها. حلقونها العمال الحلاقين وطيح تحت رجولهم. اكرمها. نعم يقول صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب واعفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المشركين. ابعد عنك يا ولد. الغش يفطر ولا لا؟ ما يفطر لكن ينقص اجرك. الله يا العود الازرق انا اشهد. تحمس ثاني مره. ايه لونه ازرق العود اجل وشو يا اصلي. هالف اليهود والنصارى. احسنت. الحب حرام. والله يا اخي الحب ما هو حرام. الحب حاجه جميله. سجلوا البث سجلوها ارسلوها للحديدين. خليني زين عشان بتفلسف مثل يطلعون في القنوات. الحب الحب حاجه جميله. الحب لوك راح جيب ورد يابس من هناك. ورد يابس من اللي في المزهريه. تعرف الورد اليابس؟ ها ما في. جيب حبك. تجيب ريحان اقطع من الشجره. ريحان جيب. هذه لا الريحان اللي هناك عشان بسرعه. جيب ريحان نظبط الجو مع الريح. تعرف الريحان؟ اقطع ريحان. لحظه خلينا نعد شوي الموضوع. تعرف الريحان مع الحب مشاعر. بسرعه عبد الملك مو تجيب لي ورقه بسوي شاهي انا. جاهزين؟ الحب اللي تقولون تكلم عن الحب. هل الحب حرام؟ لا مو حرام. الحب حاجة جميلة في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
يقول صلى الله عليه وسلم إنكم لن تؤمنوا حتى تحابوا. قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. إذا لا إيمان إلا بالحب. الحب الحب حاجة طاهرة، الحب حاجة شريفة، الحب ما هو حب علاقة، الحب هو حب تعلق ومهانة ومذلة وقلبات، الحب هو حب مصلحة، الحب مهم واعد وخلف الوعد، لا الحب وقت البيوت من أبوابها. هذا هو الحب. أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم أبيها، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحب. شيخ الحب قبل الزواج، الحب قبل الزواج إما أعقد عليها أو أتركها. واضح الريحانة؟ أو أتركها يا أخي، أما تعلقها وتعلقك ما هي من نصيبك، لا تعلق نفسك. أما قضية سالفة إنك تحبني ما تحبني، 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 تحبني أنت ما تحبني، لا يصلح. فوائد الريحان الآن، الله يزيل ريحته، بس انتهت السالفة، خلصت. فهمتوا الموضوع؟ إن شاء الله نكمل. واضح الكلام صح ولا لا؟ فهمت شو أقصد؟ واللبيب بالإشارة يفهم. اللي تقول كم متزوج واحدة بعد السؤال قبل السؤال تبي يا أخي ايش دخلك في حياتي الشخصية؟ رأيك في العلاقات المحرمة؟ محرمة بعد يحتاجها. دمي ثقيل والله. عندي سوء، عندي وسوسة في العقيدة، تعوذ من الشيطان الرجيم ولا تستجيب لها. جماعة الخير، وسوسة الشيطان والوساوس اللي يقذفها في القلب، عفوا استغفر الله، ما يقذفها بل يقذفها في الصدر، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الشيطان يوسوس في صدور الناس. تعوذ من الشيطان ولا تستجيب له. طنش حياته، طنش تعيش تنتعش. تعال انت، تعال انت اللي حاط صورة ابيض واسود. انت من اول من دخل البث وانت تهايط وتقاشرني وتدور حراشي وانا ما اعطيتك وجه، وتقول ما انت فاضي تبث ورانا اختبارات. انا داق باب بيتكم وقايل لك اني ببث، متصل عليك ولا مرسل لك اتصال وسناب ولا واتساب وقايل لك اني ببث؟ سؤال بس، وش تبي يا اخي؟ اطلع من حياتي يا اخي، يا اخي اطلع من حياتي. ببث متى ما بغيت، وقفل متى ما بغيت يا اخي. فكونا من العينات هذه، العينات اللي تدور طقاقها. خلاص يعني اعطينا حق.
ما في شر ما في شر ما في شر. ما في شرها ما في شرها. والله ماني زعلان ترى بس انا اسلوبي كذا. الله يوفقكم في اختباراتكم وفي دراستكم ويسر لكم دائما. الله يوفق دائما. الله يوفقكم. الله يحفظك. قلت توصي بشيء هات واحد هولستن وواحد توفي لك. اللعن محرم ومن كبائر الذنوب. متى تنزل الراتب؟ والله كل شيء تسألوني انتم يا اخي مش فيكم انتم؟ تبي تعزمنا على الشاي؟ ان شاء الله اذا فتحت مقهى احتاج جماعة شريك. بفتح مقهى ان شاء الله احتاج شريك. انا مستعد أن يكون شريك. أي أحد بيفتح مقهى شاهي ولا قهوة مستعد. أنا علي أن يذوق أذوق القهوة الشاي. إذا صح أقول لك كمل شغلك، مو صح ارجع نسوي شاي قهوة. أنا شريكك كذا، شريك إعلان علي لك. بس لحظة نسبتي كم؟ 50-50 ولا ما أنا ما أدخل؟ لا وجه وجه مشروع والله العظيم، وجه الذي لا يأتي إلا بخير إن شاء الله، وبتلقى خير. وترى ترى مخي نظيف يعني، أعرف مداخل المخارج في الأمور التجارية، وأعرف الكتش تتوكل من وين. الاستشارات التجارية تعطيني فلوسك خليها عندي أنميها لك. أي والله. وأروح أدخل جوا. لعبتي أنا الأمور هذه لعبتي، ما لك هم. أنت بس عليك رأس المال والأيادي العاملة زين. أنا عندي الحضور الإعلامي وعندي أن يذوق القهوة الشاي. هذه أزهلها مني، وأنا أبو عبد الملك والله أزهلها مني قهوة والشاي. تبي بساعدك بالجهد يعني، أبساعدك، أبسولف عليك، أبوسع صدرك، أبشر والله بالسوالف. شيخ والله أنك زعفت تصير صديقي. ما أصير صديق ورعين وبزران أصغر مني عيب، ينقدون علي الرجاجي عيب. كم رأس المال اللي هو أهم شيء يفتح بس محل. أبدأ سؤال سؤالك شيخ. في بث في رمضان إن شاء الله بعد صلاة الفجر بإذن الله، إن شاء الله يبلغنا وإياكم رمضان ويبارك لنا فيه بعد كل صلاة فجر في رمضان إن شاء الله. افتح لي بسطة مخطط والله، ما هو شينا ترى، ما فيها شيء ما فيها شيء. افتح بسطة ولا ترزق، أهم شيء العيب أنك تمد يدك للناس. دحوم مش عندك؟ وش رايك نفتح محل سوني واشرطه مربحه؟ والله يا اخي شوف، الحلال الشغل الحلال ما فيها شيء، تفتح محل سوني محل بلاي ستيشن. لكن الاشرطه اللي تبيعها حلال ولا حرام فيها شبهه. من يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. انا عارف في كثير من الامور فيها فلوس لكن فيها شبهه ولا فيها حرام، وانا والله العظيم الفلوس دي بروح واخليها. يا أخي الإمام البخاري أبوه إسماعيل، الإمام البخاري اسمه محمد بن إسماعيل البخاري، أبوه ترك له مال عظيم ثري. أبوه كان وقبل ما يموت يقول، أبوه كان حتى عالم، يقول تركت لك كذا وكذا ما أعلم أن منها مالا دخل فيه شبهة.
درهم دخل فيه شبهة، يقول ما أعلم أن درهم دخل فيه شبهة، فما بالك بحرام. عرفت شلون؟ فالواحد من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. أبي أفتح مكان يفطر الناس بنهار رمضان. شوف المكاتب الدعوة عندهم الآن شو اسمه هذا حق تفطير الصائمين، خيمات، محل سوبيا يقول ممنوع السوبيا لأنها مو شغل نظامي، إحنا نبي نشتغل في النظيف النظامي. اللي عندي عسل وربي بارك له في البخاري. افتح لي بوفية والله ما فيها شيء، بس ماني يعني ماني من يعني أميل لها، ولا ما فيها شيء نفتح لي بوفية ولا افتح لي ما فيها شيء، ولا ترى أنا عندي حاسة الذوق ترى طيبة، يعني أنا إنسان ذويق ولا كل شيء يجيز لي، لكن إذا جاز لي جاز للناس كلها. كيش بدون دبابيس. وش رأي الموضوع لعبة حظر ببجي؟ والله الله يقويهم، يا ريتهم والله يحضرونها. هل البلوك عشان خاطر ما فهمت؟ يجوز الواحد يلبس سلسال؟ البنت يجوز تلبس سلسال لأنها من ملابسها ومن زينتها، لكن الرجل لا. يقول إذا بتمشي قطر عسل. إيه لازم تمشي وراي بعلبة ولا شيء. خدتم مرض أنتم. يا ربي. ايش الشيخ يحضر ببجي؟ لان فيها مخاطر يا بابا، يحضرون ببجي عشان فيها مخاطر تضركم. طيب انا بسألكم، وش الحاجة بسرعة باقي دقيقة، وش الاضرار اللي شفتوها في ببجي؟ وش اسمها نوفيلاك؟ لا نوفيلاك حليب هذا حق اطفال. شو اسمها نوفيتيلا؟ شو اسمها فورتنايت؟ ايش الاضرار اللي شفتوها في فورتنايت وهي ببجي؟ عطونا الاضرار بسرعة بسرعة بيقفل البث. عطونا بسرعة اضرارها اللي تشوفونها انتم الناس العاقلة. ما في اضرار الصام. نبي ناس عاقلة، ما نبي اي احد يجاوب. تعرف مع اخواننا المسلمون. ايه هذا 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 من اضرارها. على العموم انت فتحتي على نفسك باب، الله يعينك. عنف اللهم صل على محمد، الله يزيدك فيها جهل، قلة ادب فيها. تلهي عن الصلاة، تشبيك، شوف شلون فيها علاقات. سهلات موضوع الاختلاط والقتل، وانت لا حول الا بالله، اسراف ومضيع الوقت، تلهي عن الصلاة، تضيع وقت الطلاب، ضيعت حياتهم ووقتهم، ادمان، سب وقذف. البث باقي فيه 20 ثانية ينتهي، شوفكم ان شاء الله وقت ثاني. ها تفتح ابواب كثيرة منها العلاقات والخير والبطون. الله يوفقكم، يصلح حالي وحالكم، يعفو عني وعنكم، يوفقكم في اختباراتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ودعكم كما استقبلناكم.